فريد شوقي، نور الشريف، أمينة رزق. في الحب في الخريف. نبيل السيد، عبد الله فرغلي، رجاء الجداوي. الحب في الخريف، حلقات مسلسلة، تأليف محمود الشربجي. الموسيقى التصويرية مختار السيد. المخرج المساعد حسام عبد الباقي. إخراج عصمت حمدي. مزاج النهاردة؟ الحمد لله كويس. طيب ايه رأيك في اقتراح؟ ممكن اعرفه؟ تقوم معايا نقعد مع الشلة في الكافتيريا. لا اتفضلي انت يا امال، انا عارف انك سايباهم عشان تقعدي معايا وتحاولي تحللي لي عقدي. ازاي تقول كده يا محمود؟ هي فين العقد دي اللي هحاول احلها؟ ولا انت بتاخد هزار الزملاء معاك جد؟ لا يا محمود، إذا كنت بسيبهم واجي أقعد معاك فده لأني بستريح لما بنكون سوا، بنتناقش في الدروس، بقدر وأنا معاك بقدر أخد راحتي في الكلام أو الاستماع. ومع الشلة؟ طبعا لا، يا بارغي يا هم بيرغوا. بس كلهم ولاد لطاف يعني، وبيحبوك قوي وبيحترموك أكتر من دكاترة الكلية، لكن انت بقى اللي رافض حبهم واحترامهم سنتين دلوقت. طب ليه يا محمود؟ ابدا يا امال، بس هم ذنبهم ايه اغير من طبيعتهم في الضحك والتهريج؟ وليه ما تضحكش؟ ليه ما تهركش مدام التهريج في حدود المعقول؟ ليه حابس نفسك في سجن الصمت والانطواء ده؟ ارجوكي انا ما تكمل، مستريح كده، مش ده اللي انت عايز تقوله؟ انا عينيك هي اللي بتقول كده. دادا حليمة يا دادا. ايوه حاضر. نعم يا سي بهاء. هو محمود لسه ما وصلش؟ لسه، ربنا يجيبه بالسلامه مجبور الخاطر. ده يا حبه عيني كان ليل نهار ما وراهوش غير المذاكره، وعشان كده ربنا دايما بيوفقه. دادا الله، مالك يا سي بهاء؟ قولي لي يا دادا حليمه، انا قصدي يعني تفتكر اني قصرت في اي حاجه مع محمود من يوم والدته الله يرحمها متوفت؟ انت يا سبهاء، ارجوك رد عليا. ربنا يطول في عمرك ويديك الصحه والعافيه. اديك دلوقتي بقالك اكتر من 23 سنه وانت ما وراكش حاجه غير راحتك. يعني ما قصرتش؟ ده انت كنت اكتر من الام في حنيتك ورعايتك لي، واكتر من الاب في عطفك وحبك لي. لكن ايه يا سيدي اللي يخليك تقول كده؟ محمود يا دادا مش عاجبني. يا خبر، سي محمود زين الشباب اللي محدش بيسمع له صوت ولا يحس بيه. ما ده اللي مش عاجبني، وهو صغير معلش، لكن المفروض دلوقتي ان زي ما بتقولي زين الشباب ومتفوق وناجح دايما، والحمد لله ان مش ناقصه اي حاجه،
ومع كده دايما منطوي على نفسه، مفيش مرة قالك انه خارج مع اصحابه او زملائه في الكلية، مفيش مرة استقبل حد منهم هنا، عمره ما اشترك في اي نشاط زيه زي اي كل الولاد. تعرف يا سبهاء دلوقتي بس وبعد السنين دي كلها هقولها لك، حضرتك اللي غلطان. غلطان؟ انا غلطان في يا دادا؟ ما تأخذنيش يا سيدي. هتكلمي يا دادا فهميني. فاكر لما نجح في سنة تانية واتنقل للثانوية العامة، يومها لما قعدته جنبك في أوضتك وفضلت تحكي له عن المرحومة أمه، وأنا كنت عند الباب أشاور لحضرتك عشان ما تحكلوش، أهو من يومها واللي جراله جراله، يا ملايالي أدخل عليه أوضته ألقاه سرحان والدموع في عينيه، وكتير أحاول ألغيه وأكلمه وهو ولا هنا. وكنت عايزاني أعمل يا دادا وهي تضحية والدته دي شوية، العمل البطولي اللي عملته دي حاجة تتنسي؟ لازم كان يعرف علشان يبقى فخور بأمه زي ما أنا فخور بيها كزوج. لكن الظاهر أني فعلا عملت له شرخ في تفكيره وحياته. أما روح أعمل لك كوباية ليمون تروق. لا 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 لا, لا يا دادا سيبيني الواحد شوية. هو أنا كنت قلت له إيه غير القصة اللي تخليه فخور بأعظم أم وأعظم زوجة؟ مبروك يا محمود. متشكر. مبروك ليك يا أمال. مفيش غيرك جاي بامتياز يا عم. حظي بقى. لا ده نتيجة مجهود بذلته. أظن مش هنتقابل في الأجازة. خليها للظروف. معك تليفوني؟ أيوه وعارف العنوان. محمود أقدر أبقى أطلبك في التليفون؟ طبعا. أمال بجد أرجو أن صداقتنا تستمر، وأنا متشكر لكل اللي عملتيه معايا. ياه أمال أنا أقول لك إيه؟ يلا يلا عشان نبشرهم في البيت. ايه يا دادا حليمة؟ خير يا دادا خير؟ ايه حصل ايه؟ ده حصل وحصل يا سبهاء، مبروك. الحمد لله الحمد لله. تعالى يا محمود بالحضن يا ابني بالحضن. مبروك الف مبروك. مبسوط؟ ارجو ان حضرتك اللي يكون مبسوط. تصور لو كانت المرحومة ماما موجودة معنا دلوقتي. الله يرحمها يا ابني. بس يعني مش عاوز اقول لك انساها بقى، لكن كمان مش عايزك كل ما تفتكرها تزعل كده والدموع تملى عينيك. لا بالعكس، لازم تفرح، انت ماشي كويس ودايما بتنجح وبتفرح روحها. قول لي انا قصرت معاك في حاجه؟ لا لا, لا يا بابا ما تقولش كده ابدا. الشربات ايه ده انت لحقتي؟ كنت مجهزة وعارفة ان سي محمود ناجح ناجح بإذن الله. اتفضل. هاتي هاتي. اتفضل يا سي محمود، عقبال كده ما اقدم لك شربات جوازك. وفين كوبايتك؟ لا اشربي انت. انا والله ما حد هيشرب الكوباية دي غيري. نطقت. ألو. أيوة أيوة الأستاذ محمود. مين يا دادا؟ والله ما أنا مصدقة نفسي. مالك سد بوق السماعة كده ليه؟ في إيه؟
واحدة 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 مين؟ هاتي هاتي السماعة وروح اندهيله. ألو؟ لا لا أنا والده. مين؟ أهلا أهلا. أيوة أيوة موجود. لا 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 ما فيش حاجة أبدا. وانت عملت ايه كده؟ طيب مبروك. دي واحدة دي واحدة. تليفون لي أنا؟ أيوة أيوة أستاذ. أمال جمال ثابت. إيه؟ أمال؟ أيوة أيوة. إيه مالك؟ خد خد اتكلم. ألو مساء الخير. أهلا. ها؟ لا مفيش حاجة. أيوة نعم. حفلة إيه؟ إيه؟ بمناسبة النجاح في بيت مجدي؟ معلش يا أمال مش هقدر أروح. أصلي إيه؟ مش هتقدر تروح ليه؟ هات هات اديني السماعة يا بابا. بقول لك اديني السماعة. هات كده هات. ألو أيوة أمال يا بنتي. الحفلة دي فين؟ ها؟ أيوة الساعة كام؟ خلاص يا حلو مادام عندك عربيتك فوتي عليه. ها؟ أيوة 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 هنا. عارف العنوان؟ نعم. ما اسمها بسش ولا حاجة. بقولك فوتي عليه هنا هيروح معاكي. محمود محمود تعال هنا. بقولك تعال هنا. نعم يا بابا. اقعد. استغفر الله العظيم من كل ذنب. روح يا دادا اعمل لنا كوبايتين شاي. ايوه محمود مش عاوز تروح حفله بمناسبه نجاحكم وبيت زميلكم ليه يا ابني؟ مش ممكن هتعيش لوحدك كده. كمان اللي رايحه معاك زميله طيبه وحلوه. هو حضرتك شفتها؟ ايوه. ايه مالك اتخضيت كده ليه؟ ايوه شفتها من خلال صوتها. اه اوقات كتير صوت الانسان يدل على شكله، ومن صوتها حلو ورقيق ضروري تبقى حلوه. المهم انا 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 مبسوط انك بابا بابا. واكد لك ان انا وامال مجرد اصدقاء مرتاحين لبعض، يعني ما فيش اي علاقه يعني. يا ابني ربنا يوفقك. ودلوقتي يلا 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 عشان تلبس وتستعد للحفله. قوم 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 زمانها جايه. شوفوا بحلقة ازاي بضحك مبسوط. مش عاجبك؟ مش لايق عليا الضحك؟ يا سلام يا سباء، ربنا يجعل ايامك كلها ضحك وهنا. وبتقول مش لايق عليك؟ هي الضحكة لها معنى الا وهي مرسومة على وشك يا سيدي. اصل منظر محمود هو مرتبك بعد ما كشفته عجبني. دخلي له الشاي في اوضته. هو راح يلبس. انتي اكيد دادا حليمة. مساء الخير. وتبقي انتي زميل السي محمود. مساء النور. انا امال. اتفضلي. اهلا 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 بامر 14. مساء الخير يا انكل. مساء النور على البنور. اقعدي يا بنتي اقعدي. دادا حليمة. ايوه. بقولك ايه، روحي روحي. استعجل سي محمود مش كده؟ لا لا اخريه عطليه. اخره؟ غدا الحب في الخريف مع تحيات محمود الشرباجي عصمت حمدي.